that in all of the catastrophes around the world, we've seen what Canada can offer in situations like Ukraine. Yeah. Make no mistake, that is an atrocity, what is happening in Ukraine. And it is also atrocities that are happening in countries like Sudan. Which is why I'm here today, to call on our government to do more, to put pressure on all parties, promote diplomacy, de-escalation, to allow for the distribution of humanitarian aid, including food, critical medicines, the reconstruction of hospitals, to ensure that civilians are no longer targeted, and to ensure that should there be breaches of international law, that those responsible be held to justice. نحن جينا اليوم من تورونتو إلى أتاوا للتظاهر تسليم مذكرة إلى الخارجية الكندية، وتظاهرنا الآن أمام البرلمان الكندي بالنادي وضع كل الضغوط الممكن تتوضع لوقف الحرب. الحرب اللي كتلت أهلنا، دمرت بلدنا ودمرت مقدرات البلد. نحن بنطالب بإيقاف الحرب. كل الناس السودانيين الكنديين هنا الليلة عشان يقولوا لازم الحرب تقيف، ونضغط على الحكومات اللي عندها مقدرة تضغط على طرفين النزاع إنه الحرب تقيف. الحرب دي حرب عباسية بشهادة البرهان نفسه مولع الحرب دي، والشعب السوداني الحرب دي ما فيها. للشعب السوداني كون الدعم السريع، للشعب السوداني عنده علاقة بالمشاكل بين لا هي مشاكل من أجل إنسان السودان، لا مشاكل من أجل صحة إنسان السودان، لا هي مشاكل من أجل مصلحة إنسان السودان. مشكلة بينهم الطرفين، هم مع بعض لغاية آخر لحظة بيضربوا في السودانيين، وهم لغاية آخر لحظة عملوا انقلاب مع بعض، ضربوا احتصام السلمي مع بعض. جينا في مارش كبير عشان نعلن للحكومة الكندية انه موقفنا نحن في كندا من الازمه السودانيه، ومباشره الازمه السودانيه كل الذي نطلبه من كل العالم، من كل صاحب ضمير حي، انه تقيف هذه الحرب. اذا كان ما وقفت وقرر الجنرالات انهم يواصلوا حربهم العباسيه دي، بنفضل انه يعني يتم فترات بتاعت هدنه وممرات امنه للمستشفيات وللخروج من العاصمه، لانه في تقديري الشخصي ممكن العاصمه دي يتم تفجيرها يعني، ونخسر ارواح، ونحن الارواح عزيزه علينا جدا. فكل الطلب بتاعنا حيكون انه تفتحوا ممرات امنه عبر فتره في هدنه طويله ومحميه، بانه الناس السودان ده ممكن يسعهم بعيد من مناطق الاشتباكات، وفي مناطق امنه كثيره جدا داخل البلاد.